دكتور علاء بكر، مدير برنامج حقوق الأسرة والطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. البرنامج التدريبي النهاردة هو بيستهدف الأطباء العاملين في خط المشورة الصحية والأسرية اللي موجود هنا في المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأطباء وحدات الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة. هو النهاردة ده جزء من برنامج متكامل بيقوم ببرنامج حقوق الأسرة والطفل والمجلس القومي في إطار دعم الحقوق الصحية للطفل المصري والأم المصرية. فالبرنامج بيهدف ان احنا بنناقش اهم المشاكل الصحية اللي بتواجه الطفل المصري من اول ولادته، وخصوصا في والسنين الاولى من حياته، بالإضافة إن إحنا بنحاول نساعد الأم وخصوصا في فترات الحمل والولادة علشان تقدر تنجب أطفال بصحة كويسة، ونحافظ على الأطفال من أول الحمل لغاية ما يتولدوا، وخصوصا في المراحل الأولى في المدارس الابتدائية. لا والله، في بتختلف هنا الخبرات، وهو ده تبادل الخبرات اللي بيحصل ما بين الأطباء من خلال ورشة العمل اللي احنا بنعملها أو البرنامج التدريبي اللي احنا بنقيمه النهاردة. ففي بعض الأطباء حديث التخرج، وبعضهم طبعا العاملين بوزارة الصحة بيمتلكوا خبرات لمدة سنوات، لمدة مثلا 4 أو 5 سنوات من العمل في وحدات الرعاية الصحية الأولية. طبعا ده البرنامج التدريبي ده جزء من برنامج كبير بننفذه في 4 محافظات في مصر، اللي محافظة الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج. فالتعامل مع العاملين في وزارة الصحة وخطوط المشورة اللي موجودة في المجلس ده جزء من برنامج. إنما بالإضافة لكده، فإحنا لما بنتكلم على الحقوق الخاصة بالطفل والأسرة المصرية، فإحنا بنتعامل مع كل الجهات الشريكة اللي بتتعامل مع الأطفال والأسر، زي وزارة التربية والتعليم، زي وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني اللي موجودين في المحافظات كلها. فده جزء من برنامج متكامل للحفاظ على حقوق الأسرة والطفل، ومكون النهاردة خاص بالحقوق الصحية للأسرة والطفل.